روني كولمان عشقي، بحبه عشان ولا شكله ولا جسمه ولا ان هو بطل عالم ولا ان هو مستر اولمبيا ولا ان هو اسطوره اللعبه، بحبه عشان الراجل ده بيموت في حاجه اسمها حديد، روحه متعلقه في الحديد زي حالاتي كده. كنت بلعب كره قدم 6 سنين قبل الحديد، انا صغننه. لا كنت بلعب كده، ما كانش في فريق للبنات اصلا، كنت بلعب مع نفسي كده مع اي حد، نعمل فرق وبتاع ونلعب والحاجه جميله في النادي، مش حاجه معينه خالص والله. بس كنت بجيب فاولات كتير قوي بصراحه، رغم ان انا كنت 50 كيلو بس كانت حياتي كلها فاولات. انا بعشق الجاتوه الابيض. ملهاش علاقه بالرياضه بس دي الحقيقه. هكذب في الاكل، بحب حاجه ملهاش علاقه بالهيلسي خالص برضو، المكرونه البشاميل. اعرف اطبخ لما يكون ليا مزاج اطبخ، لكن لو ماليش مزاج لا يمكن اقف في المطبخ. وحطيت بيض على النار يتسلق من غير ميه والبيض فرقع في السقف، وتاني مرة كنت بقلي بيض والطاسة ولعت كبيت عليه مية. لا بعرف أعوم بس ما بحبش السباحة. جورج وسوف، كلام الناس لا بيقدم تيرارارا ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر، وليه يا حبيبتي نسمعهم أنا عاشق بسمعهم. يعني هزعله بس زعل فكري، مش اللي هو زعله روح اتخانق معاه واضربه، يعني اللي هو عيب، عيب اللي انت بتعمله ده، مش عشان هي مش عارفة تتعامل معاك فانت بتستعرض عليها، عيب. بميل للحمة عن الفراخ، قطعتين أنا مش أكيلة إطلاقا، قطعتين صغيرين كمان. بحب البيبسي الدايت جدا، ويا جماعة ده مش صحي اوعوا تعملوا كده، بس انا بحب البيبسي الدايت برضه. والله يا جماعه هو انا امي وابويا وخالتي هم اعز حاجه في حياتي، او ما عنديش حاجه عزيزه غيرهم هم وعيالي. بس عايزه اوجه رساله لخالتي تحديدا بما اني عايشه معاها، فارجوكي ارجوكي ارجوكي، عيالي بقى عندهم 18 سنه وانتي برضه ما زلتي مش قادره تحبي الحديد، أرجوكي حب الحديد. مش فارق معايا الشخص يكون رياضي أو عادي، بس لو رياضي هيبقى مفضل أكتر، لكن أنا مش شرط عندي أنه يكون رياضي، يعني هو هيبقى أحسن لكن مش شرط. كتير جالي عرسان كتير قوي بس ما لقيتش عمري الشخصية المناسبة ليا. بروح اسكندرية ما بعملش حاجة، بروح اسكندرية بنزل عادي زي أي حد بينزل، بس ما بنزلش المية طبعا عشان اسكندرية ميتها وحشة، عادي بروح عشان اتصور بس. انا قعدتي قدام البحر بالليل دي هي دي الراحه النفسيه بالنسبه لي، مفيش مكان بروح ارتاح فيه نفسي. الباي دي هي العضله العنيده عندي، هي بنتي اللي معذباني معاها بجد، دي الباي. اما التراي دي بنتي اللي متصالحه معايا نفسيا وبتجيب معايا لاقصى ما اقول لها هاتي. دمي بيغلي لما بشوف حد ماسك وزن غلط، سواء انا قاعده في الجيم مش قاعده، لو حد ما عرفوش، لو حد اول مره اشوفه، انت ايه اللي انت بتعمله ده، لا نزل اعمل كده، انت كده هتزعل، انت كده كتفك هيبوظ، حرام عليك ما تعملش في نفسك زي ما انا عملت في نفسي زمان وانا مش فاهمه. الجيم البلدي لازم يكون هو بدايتك، الجيم الهاي ما ينفعش يبقى بدايتك، لازم تعمل كتله عضليه بالاوزان البلدي وتعرف يعني ايه عضله شقيانه، وبعدين تروح تدلع العضله. ما ينفعش تدلعها اول ما تخش، هتفضل كوكو طول عمرك.